شكرا لك توني. عودة إلى الفقرة السياسية. انطلقت في جنيف الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، 4 جولات لم يصل المتفاوضون بعد إلى مناقشة الدستور وشكله. فوفد نظام الأسد يغرق الاجتماعات بالتفاصيل الثانوية، والمعارضة ترفض مناقشة قضايا مفصلية إلا في إطار الحل السياسي الكامل، فيما يشهد الميدان السوري اهتزازات من درعا جنوبا وصولا إلى الرقة شرقا. هذه العناوين وغيرها نناقشها مع ضيفنا الكاتب الصحفي إبراهيم العلبي، يأتينا مباشرة من اسطنبول. أستاذ إبراهيم، بداية صباح الخير. يعني اللجنة السورية المجتمعة اليوم في جنيف هي اللجنة الدستورية، بينما لم تتطرق بعد إلى مناقشة الدستور. هل يمكن وضع هذه الجولات في إطار تقطيع الوقت ريثما تتم التسوية الكبرى والتي قد تأتي مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ أستاذ إبراهيم، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. إذن نعيد أسمعك. نعم، بداية صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني اللجنة السورية المجتمعة اليوم في جنيف هي اللجنة الدستورية، بينما لم تتطرق بعد إلى مناقشة الدستور. هل يمكن وضع هذه الجولات في إطار تقطيع الوقت ريثما تتم التسوية الكبرى والتي قد تأتي مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ يعني بدون شك الجولات ابتداء من الجولة الأولى وحتى الجولة الرابعة الجارية حاليا للجنة الدستورية لا يتوقع منها ولا يعول منها عليها أي شيء فيما يتعلق ب حتى أدنى تقدم في عمل اللجنة الدستورية، لأنها لم تبدأ فعليا بمناقشة أي بند من بنود الدستور ولا حتى مناقشة المبادئ العامة الرئيسية التي يجب أن يتناولها أو يوضع الدستور في يكتب الدستور في إطارها. لا شك هو ما يجري الآن تقطيع للوقت، بل أقول أكثر من ذلك، هذه الجولة تحديدا على ما يبدو أن روسيا أبدت مرونة معينة لعقد هذه الجولة لسبب وحيد فقط، وهو الترويج لمؤتمر عودة اللاجئين الذي انعقد في دمشق برعاية روسيا وتحت إشراف النظام. هذا المؤتمر الذي يأتي من أجل خدمة الرؤية الروسية ووجهة النظر الروسية فيما يتعلق بحل القضية السورية، وهي التي تقوم على فكرة أنه يجب البدء بعملية إعادة الإعمار وعدم انتظار التوصل إلى حل سياسي. عملية إعادة الإعمار تكفل لروسيا البدء بجني ثمار تدخلها في سوريا من خلال الاستثمارات التي بدأتها ومن خلال شركاتها التي يتوقع لها أن تكون ذات اليد العليا في الاقتصاد السوري. ولكن مشكلة إعادة الإعمار أن الغرب وخاصة أوروبا والولايات المتحدة غير يرفضون تماما هذه المشاركة في فكرة إعادة الإعمار قبل إنجاز أي تحول سياسي في سوريا، وبالتالي كان على روسيا أن تبدأ باستخدام أدوات معينة وهي تستخدمها منذ 3 أعوام تقريبا، وربما يكون أهمها على الإطلاق فكرة عودة اللاجئين. تروج روسيا لنفسها منذ فترة على أنها عراب عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا وأنها هي من تريد ذلك، ولكن الغرب هو من يمتنع عن المشاركة في إنجاز هذا الهدف، وبالتالي تحاول أن تداعب أو تحاول أن تتلاعب بالرأي العام في الغرب ومغازلة اليمين واليمين المتطرف في أوروبا. وكما نعلم أوروبا تحديدا عانت من مشكلة اللاجئين على مدى السنوات الماضية، وقد تشكل بالنسبة لها فكرة عودة اللاجئين أو التعاون مع روسيا وحتى مع النظام والتطبيع معه والدخول في تعاون معه من أجل عودة اللاجئين قد تشكل فرصة للتخلص من عبء كبير وأزمة سياسية كبيرة في أوروبا. نعم، سنتحدث أكثر عن موضوع اللاجئين، لكن أستاذ إبراهيم، يعني تحدثت عن جولة تقطيع الوقت. تقطيع الوقت بانتظار ماذا؟ لماذا الطرفان يحاولان تقطيع الوقت؟ هل الطرفان يعني ينتظران وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ وهل تتوقعون متغيرات في الملف السوري لجهة صياغة الدستور وعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، خاصة بأن جو بايدن يعني عرف عنه بأنه لين في الملف الإيراني ومتشدد مع الأسد؟
يعني لا شك هو ما يحدث تقطيع للوقت، ولكن ليس بانتظار وصول جو بايدن، بل بانتظار الوصول إلى تسوية كبرى قد لا نشهدها لا في العام القادم ولا الذي يليه، يعني وحتى قد لا تكون في عهد جو بايدن، لأن التسوية الكبرى المنتظرة تقوم على فكرة التوصل على بين روسيا والولايات المتحدة على إطار وشكل معين للحل السياسي تقوم روسيا بموجبه بأداء التزاماتها تجاه مع النظام وإجباره على خوض العملية السياسية بجدية أكبر والتقدم وإحراز تقدم واضح من خلال ربما إنجاز عمل اللجنة الدستورية والانتقال لاحقا لبنود أخرى. لكن بالنسبة لجو بايدن لا شك هناك توقعات ربما في دمشق وفي موسكو لأن تكون إدارة بايدن أن تكون أكثر ليونة تجاه إيران ونفوذها في المنطقة، وسوريا واحدة من أهم ساحات نفوذ إيران في المنطقة. ولكن في إدارة جو بايدن حسب الأسماء التي أعلن عنها لتولي الوزارات والمناصب الرئيسية على ما يبدو أن فريق بايدن ليس لينا تماما تجاه بشار الأسد ونظامه، وقد نشهد على العكس مما يتوقعه الكثيرون قد نشهد تشددا أكبر تجاه هذا النظام وجدية أكبر في دفع المسار السياسي. ولكن شخصيا لا أتوقع أن يتحقق لا تسوية كبرى ولا حتى تقدم كبير ملموس على الأقل في المدى المنظور. نعم أستاذ إبراهيم، يعني بالعودة إلى ملف اللاجئين وهو الملف الذي يناقش اليوم في جنيف، إلى أين يمكن أن يصل هذا الملف، خاصة أن اللاجئين السوريين في الخارج يرفضون العودة قبل تحقيق الحل السياسي الشامل الذي يضمن يعني بالحد الأدنى سلامتهم؟ بدون شك ملف اللاجئين يعتبر من الملفات الشائكة حاليا. عودة اللاجئين كما ذكرت روسيا تحاول أن تصور نفسها على أنها عرابة هذا الملف وأنها هي من تريد الخير للاجئين وتريد عودتهم وأن العالم هو الذي لا يتعاون معها. في الواقع أولا لا تستطيع لا الولايات المتحدة ولا أوروبا إجبار اللاجئين على العودة، وأي تعاون مع روسيا في هذا الملف لن يكون في إعادة اللاجئين أو المسارعة في إعادتهم، لأنها يجب أن تكون وفق القانون الدولي عودة طوعية وآمنة وكريمة، وبالتالي أي تعاون مع روسيا يجب أن يكون على تحقيق الحل السياسي، تحقيق تحول سياسي في سوريا يضمن للاجئين الموجودين في الخارج أنهم في حال عادوا لن يذهبوا إلى السجون ولن يتعرضوا للتعذيب ولن يتعرضوا للملاحقات والاضطهاد. وبالتالي كما ذكرت هناك طريق مسدود فيما يتعلق بهذه المسألة، ومناقشتها في اللجنة الدستورية تعكس رغبة روسيا في استخدام اللجنة الدستورية كمنصة للترويج لسياساتها ورؤاها فيما يتعلق بالقضية السورية. نعم أستاذ إبراهيم، هناك كتاب روسيا يتهمون جهات خارجية وراء التصعيد في درعا لجهة التفجير الأخير قبل أيام، وتضعه هذه يعني هؤلاء الكتاب يضعونه في إطار تحقيق نتيجة ما في اجتماع اللجنة الدستورية. هل هناك بالفعل من يسعى إلى خلط الأوراق في درعا اليوم، أم أن اتفاق المصالحة الذي عقد عام 2018 يشهد اليوم اهتزازات؟ يعني رأي الصحافة الروسية فيما يتعلق بالتطورات الميدانية في سوريا في الغالب لا يعكس الواقع ولا يعكس تقييم روسيا نفسها لما يجري في سوريا. في درعا المشكلة قائمة منذ ما بعد إنجاز اتفاق المصالحة في عام 2018، وهي يعني تعد مشكلة معقدة ولها أوجه متعددة. هناك نفوذ روسي من خلال الفيلق الخامس الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المقاتلين السابقين في المعارضة، في نفس الوقت الذي توجد فيه الفرقة الرابعة والأجهزة أمن النظام التي تحاول التمدد في منطقة درعا وقرب الحدود وقرب منطقة الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل. هذا التمدد أيضا يعني في يشهد بدون شك اشتباكات و يؤدي إلى انفجار بعض الصدامات في بين الطرفين، لأن الطرفين لا يخضعان لنفس الجهة ولا يتبعان نفس القيادة.
وروسيا تحاول أن تحافظ على خصوصية الجنوب من خلال الفيلق الخامس أو اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، إرضاء على ما يبدو لدول إقليمية وحتى إرضاء لإسرائيل. وبالتالي من المتوقع أن تستمر التطورات الميدانية في درعا على ما هي عليه من هدوء نسبي ثم اشتباكات وصدمات بين الطرفين، بين الفيلق الخامس والفرقة الرابعة، لأن إيران لن تكف عن محاولة مد نفوذها في المنطقة. وأيضا روسيا وإن كانت لا تعارض بشكل كبير وعملي التمدد الإيراني، إلا أنها تحتفظ بسيطرتها على الفيلق الخامس وتحتفظ بخصوصيته، وربما تسعى لاستخدامه في أي عملية انتقال سياسي في سوريا لاحقا. لكن هل تتوقع بالفعل أن إيران تتمدد، خاصة بعد الغارات، عشرات الغارات التي استهدفت القوات الإيرانية في سوريا، وأيضا الغارة الأخيرة التي استهدفت مسؤول في الحرس الثوري على الحدود العراقية السورية؟ إلى أين برأيكم يمكن أن يصل الوجود الإيراني في سوريا؟ يعني إسرائيل كانت ولا تزال منذ عام 2013 تستهدف الوجود الإيراني العسكري والوجود النوعي تحديدا في سوريا وفي أماكن متعددة. وتقريبا الآن إسرائيل لا تخفي سياستها في هذا الصدد، وتقول أنها تحاول أو تقوم على منع إعادة التموضع الإيراني في سوريا. وبالتالي لا تزال القوات الإيرانية والحرس الثوري والميليشيات التابعة لإيران، سواء كانت الميليشيات السورية أو العراقية أو حتى اللبنانية، لا تزال تتلقى الضربات. وهذه على ما يبدو هذا المشهد سيتكرر في المراحل القادمة، ولن يتغير فيه شيء ما لم تتغير استراتيجية إيران في صد هذه الضربات وفي توجيه ربما ضربات لإسرائيل في إما في الجولان المحتل أو ربما في جنوب لبنان أو الدخول في أي مواجهة أخرى مع إسرائيل. لكن حتى الآن على ما يبدو إيران في مرحلة انتظار لوصول جو بايدن وإدارته، وتتوقع تغيرا كبيرا دوليا تجاهها، ولا تريد أن تفسد هذا الأجواء التفاؤل هذه في بإدارة بايدن المقبلة. الكاتب الصحفي إبراهيم العلبي، شكرا لك على هذه الإحاطة. شكرا لكم مشاهدينا، ختام هذه الفقرة، والآن عودة إلى لمتابعة برامج فقرات صباح النور.